صلاح الدين رضي الله تعالى عنه كان الحرب بينه وبين الصليبيين مد وجزر، مرة إله مرة إلهم، مرة إله مرة إلهم، ما ظنوش إنه كانت كلها نصر. وبقي شريط ساحلي من يافا إلى عكا، بقي شريط ساحلي من يافا إلى عكا. قرر صلاح الدين ينهي. وصلاح الدين رضي الله تعالى عنه كان واضح، لأنه صرح في كلام إنه بعد ما ينتهي من الصليبيين في المنطقة راح يركب البحر ويغزو أوروبا، يرد لهم الصفعة. تمام. طيب، حاصر يافا وأمر جنده باقتحامها، باقتحام يافا، لأنه كان كلنا شريط ساحلي من يافا إلى عكا، بس هذا اللي بقي للصليبيين. حاصر يافا ثم أمر باقتحامها، وإذا بجند صلاح الدين يتمردوا، بيتمردوا بدهمش يقتحموا. فتفاجأ صلاح الدين، ليش؟ وإذا به، ليش بتمردوا؟ يا عمي احنا حررنا القدس وخلصنا، لنا 5 سنين من قاتل، طب وعيالنا وبعدين مع هالشغلة هاي؟ شوفوا همة صلاح الدين، الناس ما كانتش يعني قادرة تتفاعل زي مع همته. تمام. فلما شاف بهذا الشكل صلاح الدين، وكان مقدم له عرض من الصليبيين بصلح، وشاف تمرد جنده، قبل ان يكون في صلح لمدة، او ادق من صلح، طبعا تعبير صلح مش دقيق اليوم بالمفهوم المعاصر، هو هدنة لمدة 3 سنين و3 أشهر. وبعدين ايش؟ ذهب الى دمشق، وكان بينوي الحج، كان بينوي حج. فقالوا له لا، الان اياك، مش وقت الحج هلقيت، لانه اذا عرفوا الصليبيين انك بعيد ممكن ينقضوا الهدنة، ممكن ينقضوا الهدنة. فاخر الحج، من بعد صلح ب6 أشهر تقريبا توفي صلاح الدين ولم يحج. بعد صلاح الدين بقي الشريط الساحلي هذا 100 سنة مع الصليبيين من يافا الى عكا. بتتفاجئوا انه بعد صلاح الدين اتقسمت، اذا صح التعبير، مملكته، يعني اتقسمت بين الورثة. يعني كانت الناس واصلة الى درجة من التفكير العقيم انه بيعتبروا انه ما يتركوا ميراث، فتقسموا. من الناس اللي اخذ مصر ابن اخوه. شو رأيكم انه هذا الكامل وقع مع الصليبيين وسلمهم القدس بدون قتال؟ وقع مع الصليبيين بشروط، بنسلمكم القدس، سلمهم القدس اللي حررها عمه، حتى انتبهتوا؟ فبيوقع وبيسلمهم القدس. بس ايش قال يعني من شروط؟ القدس اللي معاه سلمها للصليبيين بدون قتال، بس بشروط، يعني يسمحوا للمسلمين يحجوا مثلا، يحجوا للقدس، والحج عادي في مكة هو. فاذا اللي بتشوفوه اليوم هذا سحابة عابرة بتروح، لانه يعني الكامل وغير الكامل والى اخره، الامة بقيت هي الامة الاسلامية، وصح تخلفت، لكن لما بيعود لها الوعي، كل هذول الناس ما بيبقوا موجودين. واليوم وعي الامة متفجر اكثر، الناس اليوم احسن كانت من الناس ايام صلاح الدين لعلمكم. واليوم اليوم الناس جاهزة للتضحية، وايمانها واخلاقياتها افضل كثير من ايام صلاح الدين، بس لانه الله قيض لهم قائد، الامة جاهزة على فكرة تضحي. بس اذا بدنا نقارنها بالناس اليوم، لا، الناس اليوم احسن. واعطيكم مثال، بس مثال واحد سبق ذكرناه، كان من عادتهم انه لما يعلن عن موت خليفة او سلطان، ينزل الناس، كل الناس ينهبوا الاسواق، انه الان فيش سلطان،
هذا أيام. فلما مات صلاح الدين، لما مات صلاح الدين تخوفوا انهم يعلنوا عن وفاته، خوف ايش؟ تنهب الاسواق، تعرفوا بيبدو يعني شو بصير، متوقعين الاشي المعتاد، الناس بالالاف المؤلفة تنزل على الاسواق وتنهبها، ترددوا. ثم اعلنوا وفاة صلاح الدين، فكانت المفاجأة لم ينهب محل واحد، الناس غيرت وبدلت. يعني هذا المجاهد ملهم للناس، ملهم للناس. وزعمائنا يا اخوي بلهمونا ايش اليوم؟ بلهمونا ايش؟ انه تنهب الاسواق ولا ما تنهبش؟